السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة عقارات أم ملك الخاصة بالإشهار العقاري. مرحبا وألف مرحبا بجميع المتابعين الأوفياء اللي تتابعونا على القناة. اليوم إن شاء الله كيف ما تشوفوا عندنا عرض لواحد الشقة اللي تتواجد بمدينة البير جديد. راه هاد المدينة قريبة لسيد رحال، قريبة كذلك للشاطئ، ما بعيداش بزاف. المهم اخواني بقوا معنا باش تشوفوا معايا الشقه اللي غنقدم لكم العرض ديالها، راه تتواجد بالطابق الثاني. نطلعوا في الدروج. الشقه ديالنا كما تشوفوا كاين باب ديال الحديد على لونطري، اما نتوما باب ديال العود، هنايا كاين الصالون، صالون بلاصة التلفازة أونكاستخي. القفص كيما تشوفو داير بهذا الستيل هذا. هذه النافذة، هنايا كاينة تجزئة كيما تشوفو مقسمة على بقع أرضية، غاد المنطقة كلها غادي تولي شقق إن شاء الله. هانتوما تاخدو فكرة. الزليج اللي في الارضيه كنتو تشوفوا، الشقه تتواجد في الطابق الثاني. هنا كاينه لا كويزين قرب الصالون، بلاصه الثلاجه انكاستري، لاكارات ديال العود، هنايا كاين بالكون دايرين لي باب ديال الالومنيوم كما تشوفوا، وهنايا البالكون كما شفتوا دايرين لي الزليج. هاد الشقه فيها جوج واجهات، البالكون بالكرياجات. المهم هاد البلاصه كما شفتوها اخواني كلها غادي تطلع ان شاء الله بالديور منطقه بير جديد كما شفتوها، قدمت لكم في الاول ديال الفيديو الشاري ديالها. المهم هنايا كاين واحد الكوان، هانتوما القبص نقي تخي سامبل دايرين ليها الديكوراسيون، ما شاء الله شقة جميلة. هنايا كاين الحمام، هانتوما تتاخدو فكرة عن الحمام، تا هو دايره فيه هاد البلاكار هذا. شقة جميلة نقية، المساحة ديال الشقة 68 متر مربع وغادا تباع 35 مليون وقابلة للنقاش. فغيمون هادي شقة هاوتة، الناس اللي باغينها مرحبا وألف مرحبا. ما عليكم إلا التواصل بصاحبة الشقة مباشرة بدون وسيط عقاري. هادي غرفة النوم تاهي كذلك بالبلاكار، لي راه كوليس العود. فريمون شقة ممتازة، الناس اللي باغيين شقة بمدينة البير جديد مرحبا وألف مرحبا. هاد الغرفة تاهي كذلك بالكرياج ديال النافذة، بلاكار فيها دو بلاكار إخواني كيما تتشوفو على شاشة الفيديو، دو بلاكار. فريمون شقة ممتازة، هادي بالفعل شقة هوتة على قناتنا عقارات أم ملك. فيها جوج غرف وفيها صالون وفيها كويزين وفيها حمام. المساحه ديالها كما نعاود نذكركم اخواني الكرام 68 متر مربع وتتباع ب 35 مليون. فريمون شقه هوت على قناتنا عقارات أم ملك. السيل ديال القص، مهم فريمون انني عجبتني هذه الشقه هذه، حتى الموقع ديالها هادئ والساكنه، يعني فيها تخوا فاس، جهه تشوف جهه البحر، جهه اللور وجهه قبليه. هذه هي الغرفه الثانيه، غرفه الوليدات او غرفه الجلوس. شقه المساحه ديالها ممتازه والثمن ديالها اكثر من مناسب. المهم اخواني الكرام، لا عجبتكم الشقه ديالنا ديال اليوم بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء والاحباب، هذا فضلا وليس امرا منكم.
ما تنسوناش في اللايكات، كذلك البارتاج للقناه للاهل والاصدقاء والاحباب، الناس اللي تيشوفوا الفيديو وما تيهمهمش الامر، ما عليكم الا تبارطاجيو الافراد العائله. وشكرا لكم على المتابعه وعلى التعاليق ديالكم الايجابيه وكذلك حتى السلبيه، المهم تتهمنا الاراء ديالكم، اي ملاحظه تتهمنا سواء كانت كما قلنا ايجابيه او سلبيه مرحبا. فنحاول نعطيكم اطلال على البلاتفورم، ما كاينش حتى شي طاش ديال ميديتي، هانتوما القبص، الالوان تاع هي فريمون جميله. دخل اسكن، الناس سولونا بزاف على منطقه البير جديد، ها هي شقه مناسبه في موقع مناسب. هكذا تنكون عطيتكم جميع التفاصيل على هذه الشقه الممتازه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.